وصلنا لآخر فقرة لليوم، لآخر ضيف معنا ضمن الدورة 31 لمعرض الكتاب الدولي، مساحة هامة عنوان أداب الطفل. واللافت هذا العام هي التقنيات المتطورة للمنشورات الموجودة والتي تعتمد مبدأ التعليم التفاعلي. فما تأثير الكتاب التفاعلي وما الذي يحققه إلى جانب تقديم المعرفة للطفل؟ أكيد رح نعرف الأجوبة. بصيرنا نتعرف معنا الأستاذ جمال أبو سمرة، كاتب في أدب الطفل ضمن مديرية مشورات الطفل. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك ويسعد صباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش بالبداية ونحكي بعموميات أهمية يمكن كتب الأطفال لإيصال أفكار للمشاركة يمكن بأمثلة بالحياة بتخلي الطفل يكون أكثر وعي، وخاصة الأطفال الصغار. خلينا نحكي عن هالنقطة. صحيح، يعني يتشكل وعي الطفل منذ نعومة أظفاره، منذ الصغر، بعد الولادة، باكتساب مهارات حياتية ممن حوله. هذه المهارات قد لا تكون منتظمة بشكل عام، ولكن عندما يريد أو نريد تنظيم هذه المهارات وإكساب هذا الطفل القيم الخلقية والسلوكية والاجتماعية لتنشئته للمستقبل، لابد أن تكون منتظمة ضمن حيز تربوي مدروس نفسيا، مدروس اجتماعيا، مدروس حتى ثقافيا. لذلك يلجأ المربون عادة إلى القصة، فالقصة هي دائما الرافعة التربوية، الرافعة التي تشارك الأهل في تربية أبنائهم. فيعني نلحظ منذ الصغر أن يعني عند الأطفال الصغار دائما هناك شغف وحب للقصة، للحكاية، لأن يكون هناك دائما تفاعل فيما بينهم وما بين الأسرة. هذا التفاعل يتشكل على سبيل المثال من خلال حكايات ما قبل النوم. الطفل يحب هذا الأمر، لذلك أنا ألجأ إليه ككاتب، ككاتب قصصي على سبيل المثال، أو كشاعر، أو أي لون من ألوان الأدب والإبداع، إلى أن أستغل هذه النقطة في تحميلها هذه القيم التربوية. لماذا؟ ليتفتح ذهن الطفل. الطفل ربما يكون معزول عن أقرانه في المجتمع، وهذا الأمر طبعا غير سوي، ولكن كيف يمكن وضع هذا الطفل ضمن الحيز الاجتماعي والتربوي والخلقي؟ يمكن من خلال القصة على سبيل المثال، التي تكسبه الكثير، عدا عن كثير من القيم تكسبه لغة جديدة أيضا. أكيد. خلينا نحكي عن الوسائل التفاعلية في منشورات الطفل، وشو هو أثر الكبير في تكوين شخصية الطفل؟ طبعا الوسائل التفاعلية، يعني من التفاعل، يعني مصطلح التفاعل بحد ذاته هو مصطلح ربما يكون حديث نسبيا، يقوم على التبادل ما بين المثير والاستجابة. يعني هناك دائما مثير واستجابة، في عندما الطفل يصدر عن الطفل على سبيل المثال حركة ما يجب أن يكون هناك حركة مضادة. هذا التفاعل طبعا ربما افتقد كثيرا أمام الوسائل التكنولوجية الحداثوية كالتلفاز على سبيل المثال، الذي يعني دائما يكون الطفل مستلب أمامه. الطفل مستلب أمام التلفاز كيف؟ يعني هو يتلقى ولكن لا يصدر عنه سلوك محدد، على عكس ما يمكن أن نسميه الألعاب التفاعلية أو المنشورات التفاعلية التي تقتضي من الطفل عقب هذه الاستجابة، يعني هذا المثير، أن يكون هناك استجابة. يعني على سبيل المثال تحتفي الروضات اليوم بالألعاب التفاعلية كلعب. طبعا لا نستهين بقضية اللعب خاصة في مرحلة الطفولة، لأنها تساوي يعني تنشئة المراهق أو الشخص السوي أكاديميا طبعاً. يعني اللعب، مستوى اللعب عند الطفل يوازي المستوى الأكاديمي عند الكبير. كيف أنا أستطيع أن أقتني هذه الكتب لأطور نفسي؟ كذلك اللعب هو يكون الشكل الموازي عند الطفل. الطفل أكيد بحاجة إلى اللعب لتكوين مهاراته الحياتية والسلوكية، وحتى تنشئته ليكون قياديا في المجتمع، ليكون قادرا على حل المشكلات، ليكون قادرا على أن يكون إنسانا فاعلا في الوسط الذي يعيش فيه. طب هون خلينا نحكي عن نقطة، أي عمر الأطفال فيهم يمكن يكون باستطاعته أن يحصلوا على المنشورات أكثر، ويمكن شو هي العناصر الأساسية يلي بترتكزوا عليها؟ طبعا المنشور يعني هو متاح للطفل منذ أن يستطيع، دعيني أقول، أن يمسك الكتاب الورقي. لذلك ليس المهم من الطفل أن يعني يقرأ، حتى نحن شغلين على العيون، على النظر، صحيح، على الذاكرة. صحيح. لذلك يعني تكون أهمية المنشور للطفل الصغير، للأطفال في السن الثانية والثالثة حتى الرابع تقريبا، يعتمد على الصورة أكثر مما يعتمد على الكلمة. يعني كثير من أطفالنا لا
يستطيعون القراءة في هذه في سن عمرهم المبكرة، ولذلك تكون هذه المنشورات يعني معتمدة على سبيل المثال على أن يحاكي الطفل هذه الصورة. عندما اعتمد على الصورة وقلة الكتابة، يعني مساحة الكتابة قليلة بالنسبة إلى مساحة الصورة الكبيرة التي يمكن أن تسلسل لهذا الطفل أحداث معينة. كيف يستطيع أن يتفاعل الطفل مع هذه الصورة؟ يمكن أنا أن أتحاور مع هذا الطفل أو الطفل يتحاور مع هذه الصورة حول أن شكل لي قصة من هذه الأحداث. كيف تقرأ هذه الصورة؟ ماذا تجد في هذه الصورة؟ انسج لي قصة تتكون من ترتيب هذه الأحداث، رتب هذه الصور بحيث تشكل لي قصة معينة. هذا كله يمكن أن يندرج في مجال التفاعل. لذلك الطفل في سن عمره الأولى نلعب على صورة الذاكرة، إذا فينا إذا صح التوصيف. يمكن إذا أنت شفتهم بعيونك بتضل محفورة بالذاكرة. طبعاً يعني هذا يرجع إلى أنماط المتعلمين أو أنماط الأشخاص. الأشخاص هناك من هو بصري، وهناك من هو سمعي فقط، وهناك من هو حركي تفاعلي. لذلك عندما أنا أستمع إلى شيء ربما يعني تكون نسبة الاحتفاظ بالمعلومة حوالي 10% حسب خبراء التربويين، ولكن عندما أعتمد على الصورة تكون أكثر من ذلك. عندما أعتمد على الخريطة التفاعلي تنتقل إلى 30%. بعد ذلك إذا كنت أنا حركيا وكانت لدي الصورة مع الصوت مع مقطع الفيديو إلى آخر ما هناك تزداد. لذلك كلما أنا استطعت أن أستغل أو أستثمر هذه دعيني أقول الجوارح الطفل وأحاسيسه المختلفة، يعني إذا وظفت أكثر من حاسة في عملية التلقي فإنني أستطيع أن أجعل هذا التعلم أو هذه الثقافة ذات ديمومة أكثر. أكيد لجأت للكتب للأطفال من أجل طفولتك. طفولتك كانت بعيدة عن الكتب والقصص، بعيد كنت شوي عن أهلك وأنت صغير، فمشان هيك أنت حبيت تسهم في صناعة مستقبل يليق بالأطفال. احكي لنا عن كتاباتك واحكي لنا قديش الطفولة بتأثر بتكوين شخصية الطفل. طبعا يعني الطفولة كما قلت هي المرحلة الحساسة الأساسية التي تكون شخصيته للمستقبل. لذلك أن يجد الطفل نفسه بين عدد من الكتب أو الألعاب التفاعلية أو المجسمات أو الرفاق يمكن أن يؤثر في شخصيته إيجابيا، على عكس الطفل المنطوي أيضا. بالنسبة لي يعني اليوم ربما لا يكون الكتاب هو الوحيد الذي يشكل شخصية الطفل. هناك التلفاز، هناك على سبيل المثال ألعاب الفيديو. اليوم على عكس طفولتنا ربما التي كانت يعني فقيرة من حيث هذه، يعني نحن جيل الثمانينات على سبيل المثال لم نحظى بما حظي به هذا الجيل اليوم. طبعا ربما كما قلت حضرتك يعني الأشياء التي نفتقدها مبكرا يمكن أن نسترجعها في قابل الأيام. هذا ما حصل ربما معي في كتابة بعض القصص للأطفال، وخاصة يعني هناك محفزات. اليوم أنا لدي محفزات، لدي أب ولدي أطفال. هؤلاء الأطفال دائما يريدون أن أحكي لهم قصة معينة. ربما كان في الماضي أنا أستعين بكتاب ما، اليوم أنا استطعت يعني منذ حوالي العقد أن أكتب قصصي الخاصة بي. لذلك أي أم يمكن أن تنتقل إذا كان لديها الموهبة، يمكن أن تنتقل من مرحلة قراءة القصة إلى مرحلة كتابة القصة مع صقل هذه الموهبة إذا توفرت. اليوم الإبداع هو أبو الحاجة. يعني أنا لأنني احتجت أن أكون إلى هذه القصص، احتجت إلى رواية هذه القصص، ربما لم يعجبني النمط الذي كتبت فيه تلك القصص التي كنت أرويها للأطفال أو في المدرسة عندما كنت معلما. استطعت أن أبتدع قصص خاصة بي يعني ترضي طموحي إلى حد ما. ما كتبته من قصص يعني مثل التفاحة المغرورة والنمولة الحزينة وكثير من القصص والكتابات موجودة. يعني هذه القصص موجهة لحوالي عمر 12 سنة إلى ما دون 12 سنة، وربما إلى مرحلة رياض الأطفال أيضا. أغلب هذه القصص يعني اعتمدت على الحيوانات، يعني نسجت من عالم الحيوان، استردت شخصياتها من عالم الحيوان، وهذا العالم هو عالم يعني أثير لدى الطفل. دائما نجده يعني إذا وجد قطة في الطريق ربما تستلب عقله من دون أن يدري. نحن نلجأ إلى هذه الحيوانات التي من بيئته. لماذا؟ بهدف أولا هدف تعليمي ربما يكون، وهناك أهداف في تعديل السلوك. يعني هناك على سبيل المثال التفاحة المغرورة، نجد في هذه القصة نهاية هذه التفاحة كيف بسبب غرورها تأخرت في القطاف، لم يقطفها أحد لأنها عالية وكانت عن رفيقاتها، ثم بعد ذلك استطاع أن ينخرها الدود، ثم بعد ذلك يعني لجأت إلى أن تخفض من مستوى طموحها
لماذا؟ لأن إمكانياتها متواضعة، فلذلك نجدها في النهاية تمنت أن تكون في يد على طفل فقير ليأكلها، لا أمير ليقتنيها في سلة ذهبية في قصره. هذا الأمور يؤدي إلى تعديل ماذا؟ إلى تعديل سلوك لدى الطفل من خلال المحاكاة، ليس من خلال المباشرة. يعني هنا أنا لا أباشر الطفل، لأن أقول له لا تكن مغرورا، عندما أقول له هذه الكلمة لن يفهمها، ولكن عندما أمثل له هذا الأمر بقصة معينة، يستطيع هذا الطفل أن يستنتج وأن يحاكي وأن يأخذ المغزى الذي يريده ويستفيد منه في تعديل السلوك. نعم سيد جمال، نحن كثير بدنا نشكرك، شكرا لحضورك معنا، واهلا وسهلا. شكرا لحضراتكم، اهلا وسهلا. اكيد متشكرك لوجودك معنا، وشكرا لك على القصص الرائعه اللي بتنزلها للاطفال، وعلى وسائل التعليم التفاعليه اللي هي مهمه لكل طفل ومهمه كثير بهالوقت. متشكرك اكيد لوجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك، شكرا.